Thank you, Ninjar. My speech will be in Arabic. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سعادة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السيد هولين ذاو سعادة نائب الأمين العام السيد مالكوم جونسون السيد ماريو مينوفيتش مدير قطاع الراديو السادة رؤساء وأعضاء الوفود الموقرين السيدات والسادة الحضور الكريم إنه لا يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم بعد انتهاء أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 وأرحب بكم في الجلسة الختامية لهذا المؤتمر وإنه لأمر رائع بعدما يقرب من شهر من العمل الجاد والمناقشات أن ننهي هذه الرحلة التي بدأناها سويا يوم 28 أكتوبر 2019 بنجاح منقطع النظير وخلال هذا الشهر من العمل نجحنا في إعداد 52 قرار جديد و82 تعديل لقرارات سابقة وقد قمنا بحذف 28 قرار ومن أبرز نتائج المؤتمر أنه نجح في تحديد ترددات إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية IMT والتي تتضمن تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات المحمول والتي تعزز البنية التحتية التي توفر شبكات عالية السرعة للمستخدمين وكذلك نقل المعلومات بين ملايين المستخدمين ومن أجهزة إنترنت الأشياء وتمكن أيضا العديد من الخدمات للصناعات المختلفة وذلك في سبيل تطوير خدمات الاتصالات الأرضية من أجل التنمية المستدامة وقد تناول المؤتمر أيضا خدمات الأقمار الصناعية الثابتة والمتنقلة والمحطات الأرضية عند الحركة وقمنا بمراجعة الإجراءات المتعلقة بشبكات الأقمار الصناعية كذلك قام المؤتمر بالنظر في الاحتياجات من الطيف الترددي الخاصة بتكنولوجيا محطات المنصات عالية الارتفاع هابس ومن مزايا تكنولوجيا الهابس أنها تعمل في الستراتوسفير ويمكن استخدامها لتوفير اتصال واسع النطاق ثابت للمستخدم النهائي السيدات والسادة إن مراجعة لوائح الراديو ليست بمسألة سهلة حيث أن هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات الدولية للتواصل وأكثرها حساسية وقد احتاج ذلك إلى عمل شاق من كافة الوفود المشاركة في المؤتمر ولذلك أود أن أشكركم جميعا على مساهماتكم البناءة وروح التعاون التي كانت أساس الوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف لقد شرفت برئاسة هذا المؤتمر الهام وأتمنى أن تكون نتائج هذه المؤتمر أن تكون نتائج هذا المؤتمر هي بداية لتكنولوجيا جديدة وناشئة تستخدم في الابتكار وفي السلام واسمحوا لي أنني نيابة عنكم جميعا أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية لدعوته لاستضافة هذا المؤتمر بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام بمصر وعلى دعمه اللامحدود للمؤتمر وكافة فعالياته ولقد شرفنا بحضور فخامته افتتاح أعمال هذا المؤتمر يوم 28 من شهر أكتوبر لعام 2019 كما أنني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم كافة سبل الدعم ومتابعته المستمرة للتقدم الذي تم تحقيقه في هذا المؤتمر ولثقته في ولترشيحي لرئاسة هذا المؤتمر الهام كما أتقدم بعظيم الشكر والتقدير للسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لحرصه الشديد على تسخير كافة إمكانيات وأجهزة المحافظة مما ساهم في خروج هذا المؤتمر بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية كما أتقدم بالشكر للسيد السفير علاء يوسف رئيس بعثة مصر في الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف على جهوده المتميزة ودعمه لإنجاح هذا المؤتمر السيدات والسادة اسمحوا لي أن أتقدم نيابة عنكم بالشكر لأسرتي الكبيرة العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذين شرفت بالعمل معهم 8 سنوات متصلة وعلى رأسهم السيد المهندس مصطفى عبد الواحد
لما بذلوه من جهد مستمر خلال فترة التجهيز لهذا المؤتمر وأثناء انعقاده. وأخذ بالشكر الدكتور السيد عزوز رئيس اللجنة العليا لتنظيم أعمال المؤتمر، كذلك المهندس أحمد الركحي والعاملين معه بقطاع العلاقات الدولية السيدة هدى الديب والعاملين معها بقطاع العلاقات العامة، والمهندس عمرو السيد والعاملين معه بقطاع تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد فؤاد والعاملين معه في الإجراءات التأمينية للمؤتمر والشؤون الإدارية والنقل. والشكر موصول لكافة الزملاء من قطاع الطيف الترددي بجهاز قومي تنظيم الاتصالات لما بذلوه من جهد فائق خلال أعمال المؤتمر. في الحقيقة في هذه اللحظة سوف أتكلم عن بالإنجليزية لأنه موضوع أحب أن لا يضيع، يعني الموضوع لا يضيع من خلال الترجمة. I'll switch to English now. There is one subject I wanted to talk to you about, and this relates to one of the major achievements that we had in this conference. This major achievement was what you all know as agenda item 1.13. The amount of effort and work and compromise and help we get from all parties who were on a huge distance apart, and being able to reach this compromise was a huge success. And I thank all the people who helped in that, and would be great to say that everybody was involved, reached this compromise. But I say that this compromise is the beginning of a lot of work to make sure that by using this new spectrum that we can have better knowledge of the effect of that spectrum on other services around. In many cases, when we studied this issue, it was obvious that we needed a lot more of studies, field studies, and we had a solution that will give us 8 years to study those issues and make sure that we have a safe world. I'd like to thank all the people in ITU who helped us in running a very smooth conference. And I'd like to thank Mr. Hollenzau for being the Secretary General of this conference and providing guidance and providing help in many issues, especially the Palestine issue. And I'd like to thank Mr. Mario Manovic, who provided me with a lot of help and a lot of guidance. I'd like to ask to thank Ms. Joanne Wilson, who was the secretary of the conference, for her continuous support on for providing a very, very smooth process for me to be able to run this conference. In addition to that, I have got to know the vice chairman of the conference, who were there whenever I needed them. Also, the heads of the regional groups, who were there day and night, and whenever we needed to advance any issue, they were there to help, and were successful in getting us to this stage. And last but not least, I have two persons that I would like to thank for their great role in this conference. The first one
is Engineer Tarek Al-Awadi, who is the head of the Arab group, for his continuous effort and for the support he gave me by convening the regional groups and for advancing most of the issues that had problems. Last but not least, I would like to thank an expert in the field that I consider now as my brother, Mr. Cavus Arasti. Mr. Arasti has contributed greatly to the success of this conference. So, his hard work, his diligence, I don't know how come he has all this energy at this age, and his being there in every important meeting, helping to guide us through this conference. Thank you, Mr. Arasti, for what you've done for this conference. I will switch back to Arabic now. So, السادة أعضاء الوفود المشاركين أتمنى أن نكون قد استطعنا تلبية جميع متطلباتكم وإننا كنا عند حسن ظنكم وأرجو أن تعذرونا إذا كنا قد قصرنا في شيء فهو عن غير عبد منا وأخيرا أتمنى لمن سيعود منكم بعد انتهاء هذا المؤتمر رحلة عودة سالمة آمنة إلى وطنه وقد حقق معظم متطلباته ونتمنى أن نراكم قريبا في أحسن صحة وأسعد حال في مؤتمرات قادمة والذين سيستمرون معنا في مؤتمر CPM أتمنى لهم التوفيق في هذا المؤتمر ومن بعده عودة سالمة إلى آمنة إلى بلادهم. Sorry, I forgot to mention that I had a very good working relationship and a lot of support from the committee chairman, the working groups and the sub-working groups. I forgot to mention that, but I'm glad I caught it before I leave. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.